السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد في فيديو جديد على القناة. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. أعلنت شركة أسوس عن هاتفها الذكي أسوس زينفون 8 فليب، وجاء هذا الهاتف مع معالج سناب دراجون 888 الرائد، وشاشة سوبر أموليد مقاس 6.67 إنش بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل. وبدون أن أطيل عليكم، إليكم تفاصيل كاملة عن سعر ومواصفات الهاتف. كما ذكرنا في البداية، يتميز هاتف زينفون 8 فليب بشاشة سوبر أموليد مقاس 6.67 إنش بدقة عرض 2400x1080 بيكسل، وتدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل لمس 200 هرتز. كما تدعم الشاشة طبقة حماية من نوع غوريلا غلاس 6 ونسبة سطوع 700 نت. كما تدعم الشاشة معايير الـ HDR 10 بلس، وتضم الشاشة مستشعر البصمة مدمجا داخلها. يعمل أسوس زينفون 8 فليب بواسطة معالج سناب دراجون 888 ومعالج رسوميات أدرينو 660 وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية مع خيارات تخزين 256 أو 128 جيجا بايت، قابلة للتوسيع بفضل دعم الهاتف لمنفذ بطاقة الذاكرة الخارجية الميموري كارد. أما عن الميزة الرئيسية للهاتف ألا وهي التصوير، فيأتي أسوس زينفون 8 فليب مع كاميرا قابلة للدوران، فالكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل مع مستشعر IMX686، والكاميرا الثانية بزاوية واسعة جدا بدقة 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم التقريب البصري حتى 3 أضعاف. تدعم كاميرا الهاتف تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية. جاء الهاتف مزودا ببطارية كبيرة سعتها 5000 ملي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع هايبر تشارج بقدرة 30 واط، ويدعم أسوس زينفون 8 فليب تقنية الواي فاي 6. بالإضافة إلى ذلك، يأتي أسوس زينفون 8 فليب مع مدخل 3.5 ملم للسماعات ويدعم مكبرات صوت ستيريو. من المقرر أن يتوفر هاتف أسوس زينفون 8 فليب بسعر يصل إلى 800 يورو بما يعادل تقريبا 965 دولارا أمريكيا. كان هذا كل شيء عن هذا الهاتف الجديد من أسوس. ما أبرز ما نال إعجابك في هذا الهاتف؟ شاركنا رأيك في التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.